كل حياتي كان في عنا بايكس بالبيت. بي بايكر وخيي الكبير بايكر. البايك هي شقفة مني. هو عشق، هو غرام، هو جنون، هو هوس. كانت بالنسبة لإلي حلم، وكنت أقول شي نهار أقطع من حد الشوروم، ما كنت أطلع مثل كأنه مانا موجودة. بتكة نزلت على الشوروم، فتت، حسيت، اشتريت، ودغري تاني نهار كانت عندي بالبيت. ٩٣٧ سي سي، ١١٣ حصان على RPM 9000، ٩٧ نيوتن متر تورك على RPM 6500، 80% منهم ابتداء من 3000 RPM. سوبر سبورت اس هي ذا بيرفكت بايك لإلي، فينا نسوق فيها مشاوير بعيدة، وبنفس الوقت بنقل من تورينج مود لسبورت مود، وبتتغير السوبر سبورت لبايك قوية وسريعة، وبتعطيني كل الرش اللي أنا بدي أحسه وقت أكون عم سوقها. جير بوكس 6 سبيدز مع تيكاتي كويك شيفتر اب داون، وهيدي أكثر شغلة بحبها بهالبايك. تاني شغلة بحبها بهالبايك وزنها وعلو المقعد، 184 كيلوغرام والكيرب ويت 210. أنا حطيت لها اللو سيت، واللو سيت بيوطيها 3 سنتيمتر، وكمان موطي السسبنشن 2 سنتيمتر، سو كلها على بعضها وطيت البايك 5 سنتيمتر. وشغلتين كتير مهمين بالنسبة لإلي كبايكر، لأنه أنا حجمي صغير. فيها ثلاثة درايفنج مودز، سبورت، تورينج، وأربن. وبكل درايفنج مود بيختلف الهورس باور والتورك، وفيكم تتحكموا بالـ ABS، بالـ DTC، وبالـ Ducati Quick Shifter. السسبنشن أولنز فولي أدجستبل من الأمام والخلف. البريكس هن برامبو مع مونو بلوك ديسك، نفسهم اللي بيستعملون بالموتو جي بي بايكس. فيها LED daytime running lights و anti-theft system من خلال immobilizer. وعلى فكرة الثروتل هو fully electronic. فيها شوية disadvantages. وقت أروح مشاوير بعيدة السوبر سبورت اس كتير بتحمل، بس إذا فيك ترجع تخيرني أني نقي حيلا بايك، ما بغير أنا هيدي البايك. هيدي حقها $22,000، بري اوند ماشية 1000 كيلومتر. كل سنة بعمل تريننج وبسافر على بلدان وعلى تراكس برات لبنان. عملت الكاليفورنيا سوبر بايك سكول 3 ليفلز، وعملت التيكاتي رايدنج اكسبيرينس. فيني اعيش بلا كتير اشياء، بس ابدا ما بتخيل حياتي ثانية بلا ما يكون عندي بايك.